بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن أهداف واختصاصات مجالس الضواحي وإدارة شؤون الضواحي والقرى بالتلاحم الاجتماعي والترابط الأسري والحياة الاجتماعية بالتحديد، وقامت طبعا مجلس ضاحة حياوة بتنظيم هذه البطولة الرائعة، بطولة رمضانية للرجال الثانية. احنا نشكر جميع الرعاة، جميع من شارك معنا في هذه البطولة، نشكر مجلس ضاحية حياوة على التنظيم الرائع، على كل من ساهم معنا في إنجاح هذه البطولة. كانت البطولة تقريبا لمدة 17 يوم بمشاركة 6 فرق على مجموعتان، واليوم احنا في هذه النهائي، نتمنى التوفيق للجميع في هذه البطولة.